مودي هو أول الأسماء في قائمة الناخبين المعنيين بالدور الثاني لانتخابات المجلس المحلي لعمادة العوابد الخزنة، قائمة تضم 470 ناخبا ارتأت الهيئة أن تجهز لهم هذه الخيمة كمكتب اقتراع في غياب أي مقر إدارة عمومية قريب منهم. خربت من البعيد، خربت حتى من البعيد، مش من هنا، من أي بلاصة، من هنا وتبع المنطقة يجي لهنا شيء خير، وتسهيلات موجودة فما حتى شيء سيء، وإن شاء الله أخوي يوصلوا معنا هكي سارة بموقع نمشيو لها يخذونا خريطنا يزربونا يزربونا فيه ما عطلونيش. على خاطر عنا هون مسجلين 470 ناخب، ما سماش مرافق عمومية مستوصفة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية قريبة في العمادة، دونك ارتأينا باش نقربوا الخدمة باش نسهلوا على الناخبين أنهم يمارسوا حقهم، أنه نركزوا خيمة بالتعاون مع الجيش الوطني كما قلنا، فيها مكتب انتخابي وحيد. وبالتعاون مع الجيش الوطني جهزت الخيمة بكل المرافق الضرورية لتكون مكتب اقتراع، نجح في تقريب المرفق الانتخابي في الدور الأول، وها هو يواصل مهمته في الدور الثاني. هي ظروف استثنائية ولكن الهيئة موفرة كل شيء الحمد لله، سافا معناها سيبيان باسي كل شيء الحمد لله. أنت عشت الدورة الأولى هنا؟ أي صحيح عشتها لهنا هكا، وكانت ظروف استثنائية ولكنها ذكرى باهية والحمد لله، معناها كانت ناجحة الحمد لله. الخيمة الانتخابية أصابت هدفين في سلة واحدة، فهي مكنت المواطن من أداء واجبه الانتخابي، وكانت أيضا شاهدا على أن العمادة الجديدة تحتاج إلى مرافق عمومية تقرب المواطن من حقوقه الإدارية.